باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علي نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. ربنا يسوع المسيح إدى النهاردة هدية حلوة لسمعان وتلاميذ المسيح يعقوب ويوحنا. ملا حياتهم بالفرح وملا شباكهم بالسمك. مركبة حياتهم اتملت نعمة وبركة بوجود السيد المسيح فيها. علشان كده كل حاجة صغرت قدام عينيهم وتركوا كل شيء وتبعوه. في خطوات أربعة نشوفها النهاردة من إنجيل هذا الصباح المبارك. إزاي ممكن سفينة حياتي تتملي لدرجة إني ممكن أن أترك العالم كله وأتبع المسيح؟ الخطوة الأولى نلاحظ إن السيد المسيح هو اللي ابتداها كالمعتاد. ربنا يسوع المسيح من أيام الخليقة هو البادئ في كل شيء، هو اللي ابتدى بالخلق، وهو اللي خلق العالم ده كله قبل ما يخلق آدم وحواء، وبعدين أحب آدم وحواء وخلقهم، هو اللي خلقهم، هو اللي طلبهم، هو اللي حبهم في الأول. وبعد كده حتى بسقوط آدم وحواء ربنا هو اللي دور عليهم. ما شفناش آدم ولا حواء بعد السقوط جريوا وقالوا فين ربنا نلحق نعتذر له أو نلحق نتوب أو نلحق نسأله نعمل إيه، بل بالعكس استمروا واختبأوا وحبوا إن هم يستخبوا عن عينين ربنا. وربنا هو اللي دور عليه وقال له آدم أين أنت؟ أنت فين؟ أنا عايزك. ربنا دايما هو اللي بيبتدي، هو اللي بياخد الخطوة الأولى. ربنا هو دايما اللي بيحبنا الأول وبيقدم حبه الأول لينا. عشان كده معلمنا يوحنا بيقول إن إحنا بنحبه لأنه هو أحبنا أولا، هو اللي أحبنا أولا. نلاقي السيد المسيح يظهر في شكل كما لو كان محتاج للإنسان، زي ما راح للسامرية عند البئر وقال لها أعطيني لأشرب. انتهت كل قصة السامرية وما سمعناش إن السامرية جابت كوباية مية وديتها للسيد المسيح. هو في الحقيقة طعامه مختلف وشبعه مختلف وشربه مختلف. راح لسمعان وقال له كما لو كان هو محتاج لسمعان، كما لو كان هو محتاج لسفير سمعان، ويقول له تعال يا سمعان. صعد إلى أحد السفينتين التي كانت لسمعان وقال له أن يبعدها قليلا عن الشاطئ. I'm asking you a favor. Please كده لو سمحت ابعدها بس شوية كده عشان أقف أكلم الناس. وسمعان ينبسط قوي، ربنا عايز منه حاجة، ربنا طلب منه حاجة. المعلم اللي كل الجموع دي مجتمع علشان تسمع منه كلمة ربنا طلب منه إنه يركب السفينة بتاعته ويقول له بس ابعدها شوية عن الشط. الخطوة الأولى اللي توصلنا لصيد السمك الكثير إن أنا أقدم لربنا البسيط اللي عندي. سمعان في الوقت ده ما كانش معاه حاجة، حتى ما كانش معاه سمك يقدر يغدي بيه السيد المسيح. كل اللي كان حلته سفينة فاضية، وكل اللي هيقدمه مجرد انه هياخد السفينة دي ويطلعها شوية كده في المية. وخلوا بالكوا دي ما تكلفش اي حاجة، لا في بنزين هيحطه في السفينة ولا في موتور هيدور ولا في اي تكلفة ان السفينة دي تطلع، يعني ولا حاجة. يا سمعان مش مكلف حاجة خالص، لكن ده اللي حلته. بالضبط كده زي الطفل الصغير او الولد الصغير اللي كان معاه الخمس خبزات والسمكتين. جه السيد المسيح كما لو كان برضه هو اللي محتاج للسمك البسيط والخبز البسيط اللي مع الناس دي. معاكوا ايه؟ يا رب ما معناش حاجه، دول كلهم خمس خبزات وسمكتين، ما هذا لكل هؤلاء؟ قال معلش دول انا عايزهم. يا رب انت هتشبع الجموع، 5000 رجل غير النساء والاطفال، هتشبعهم من خيرك وهتجيب لهم خبز وهتخلق لهم سمك، وبتدور على الخمس خبزات والسمكتين دول كما لو كنت محتاج إليهم. ربنا يقول معلش أنا عايز البسيط اللي عندك،
أول خطوة للشبع أن الإنسان يقدم اللي حلته حتى لو كان اللي حلته ده بسيط قوي. خلوا بالكوا السيد المسيح بيقول من فعل بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعل. يعني أي حد بيقدم أي حاجة باسم المسيح لأي إنسان كأنه فعل بالمسيح بالضبط. شوف اتضاع السيد المسيح قد إيه ومحبته. يعني يقولك أنت لو قدمت ابتسامة بسيطة لإنسان محتاج تشجيع أكن أنت ابتسمت في وشي، المسيح يقول كده. لو أنت قدمت مساعدة بسيطة لإنسان فقير أكنك قدمت المساعدة دي ليا أنا وهو الغني وغير المحتاج لشيء. اتقدم كلمة تشجيع بسيطة لإنسان ممكن يكون محتاج لها، كلمة تعزية بسيطة لإنسان مجروح، زيارة بسيطة لمريض محتاج إن هو حد يسأل عليه. اللي عندك قدمه وربنا يسمن محرقاتك وياخد اللي عندك ويشبع بيه الجموع، وياخد اللي عندك ويقول لك أيوة أنا كما لو كنت محتاج إليه، أنا عايز كده، اعمل كده. أول خطوة إن أنا أقدم اللي عندي. ياما في أوقات كتيرة تيجي الكنيسة تطلب حاجة بسيطة جدا، خادم اعمل لنا الخدمة دي، والخادم يتعزز ويقعد يقول أصلا أنا ما أعرفش وأنا ملياش وأنا كلها أعذار فارغة، ربنا عايز منك الحاجة البسيطة دي. تقول يا أبونا عندي هتفرق في الخدمة، ده في خدام كبار وفي خدام كتير. يقول لك ربنا عايزها، ربنا متواضع وحلو، ربنا عايز منك الخمس خبزات، ربنا عايز منك السفينة دي البسيطة دي إنها تطلع في وسط المية، ربنا عايز منك إنك تعطيه كأس ماء بارد، ربنا عايز منك الخدمة البسيطة دي، اعملها وتكون دي أول خطوة للامتلاء. الخطوة الثانية الطاعة حتى مع عدم الفهم. بعد ما ربنا يسوع المسيح تكلم مع الجموع قال لسمعان ادخل بقى للعمق، موضوع doesn't make any sense خالص لسمعان، ما يشتغلش ابدا. وسمعان نفسه قال يا رب ده احنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. ولكن هنا الخطوه الثانيه، على كلمتك. يا ريت كل واحد كل ما يقرا الكتاب المقدس ويلاقي وصيه متعبه قوي بالنسبه له و doesn't make any sense ليه، ويفكر كده ويقول بالعقل البشري ما تنفعش، بالحجمة البشرية ما تمشيش، دي تغرقني لو أنا عملتها. أحبوا أعدائكم، أحب أعدائنا إزاي يا رب وده ينفع؟ دول عملوا فينا وسووا الخد الآخر، خد يا رب دول يدوسوني خالص، ده أنا أروح، ده أنا ما ينفعش، دول يتريقوا عليا ويضحكوا عليا ويأكلوني، يعملوني مداس كده في الأرض، حاجة doesn't make any sense ليا خالص يا رب. دفع عشور يا رب احنا لاقيين ده بالعافية نحسبها، ادي المورجج وادي العربية وادي الانشورنس وادي المدارس وادي العيال وادي الاكل وادي الشرب، عايزينها حاجة doesn't make sense يا رب بالحسابات. طب قول لنا حاجة اسهل من كده شوية. وبعدين ارجع افكر واقول ولكن يا رب على كلمتك، على كلمتك يا رب احب اعدائي، على كلمتك يا رب هأدير الخد الآخر، على كلمتك يا رب هدي العشور وعشاي عليك أنا مش قلقان، على كلمتك يا رب وشوف هيشتغل إزاي ربنا. لما الوصية doesn't make sense ليا يبقى الطاعة ليها معنى. أصل إيه مفهوم الطاعة؟ مفهوم الطاعة إن في حاجة أنا مش قابلها بعقلي لكن أقول حاضر، لكن لو حاجة أنا قابلها ما تبقاش طاعة يبقى اقتناع. يعني واحد قال لك كذا أقول له لا الموضوع ده صح ينفع أنا هعمله، أنت كده مش بتطيع، أنت كده اقتنعت بشيء وبتنفذه بناء على اقتناع شخصي مش بناء على طاعة. لكن طاعة دي يعني إيه؟ ربنا يقول كده أقول له حاضر. واحد يسألك يقول لك بس أنت فاهم، يقول له مش مهم أفهم. طب أنت عارف، مش مهم أعرف. طب أنت فاكر إيه اللي هيحصل بعد كده، مش مهم، أنا هطيع ربنا، هطيع الوصية، ربنا قال لي كده، ربنا قال لي أتعامل كده مع زوجتي، ربنا قال لي أتعامل كده مع زوجي، ربنا قال لي أتعامل كده مع أولادي، ربنا قال لي أتعامل كده مع أصدقائي، ربنا قال لي أكون أمين في عملي حتى لو صاحب العمل مش أمين معايا، ربنا قال لي الوصية أنا هنفذها حتى لو كانت بالنسبة لي doesn't make any sense. الخطوة الثانية الطاعة. الخطوة الأولانية كانت أقدم للمسيح
البسيط اللي معايا، الخطوة الثانية الطاعة. الخطوة الثالثة طلبها السيد المسيح من بطرس لما قال له ادخل إلى العمق. كتير جدا مننا بيمارس ممارسات روحية كتيرة قوي، قداسات وصلوات وتسبيحة وألحان ومدارس أحد وخدمة، ورايح فين؟ رايح الكنيسة، وراجع منين؟ راجع من الكنيسة، وأعياد قديسين وتمجيد قديسين وصور قديسين وبركات ورفات قديسين، وناخد بركة ونتزاحم، بس حياتنا الروحية ملهاش عمق، كلها على السرفس من فوق كده، على السطح. حياة ملهاش جذور عميقة في الإيمان من جوه. عشان كده نستغرب ونقول أنا ليه حياتي الروحية ضعيفة، على الرغم من أني بروح الكنيسة يوم الأحد، على الرغم أني بتناول كل أسبوع، على الرغم بحضر عشيات، على الرغم بحضر أعياد القديسين، على الرغم بتشفع بالقديسين، على الرغم وعلى الرغم وعلى الرغم. السؤال، يا ترى كل الممارسات دي ممارسات سطحية ولا ممارسات عميقة؟ تتعجب كده على النخلة، ما هو الصديق كان نخلة يزهو. عمركم شفتوا واحد في حياتكم جايب كده شوية مية ورايح يسقي نخلة؟ استحالة. ليه؟ لأن النخلة جذورها نزلت في عمق الأرض تحت خالص لغاية ما وصلت للمية وبقيتش مش محتاجة حد يسقيها، خلاص بتشرب من المية الحلوة. عارفين لما بيجوا يطلعوا بره تورونتو هنا شويه مفيش بقى مواسير ميه وسيتي سيرفيس وحاجات زي كده هون، فيحفروا ابار ويطلعوا من المياه الجوفيه. اهم سؤال دايما اي حد يساله يقول لك ايه البير ده عمقه قد ايه؟ وعندهم نوعين من الابيار هنا، يقول لك في داجويل وفي دريلد ويل. داجويل يعني حفره في الارض، يعني حفروا كده حفره لغايه ما وصلوا للميه وقال لك ايه ده ميه اهي نشرب. المية دي تبقى وحشة قوي، تبقى كلها contamination، كلها حاجة وحشة قوي. dug well. وفي drilled well، يجيبوا كده drill وينزلوا تحت الأرض خالص 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 30 قدم 40 قدم 50 قدم ويطلعوا مية حلوة من تحت. المية دي تاخدها كده تحطها في كوباية تشربها من غير حتى فلتر، من غير أي حاجة خالص، مية طبيعية جميلة ممكن يعبوها في أزايز ويبيعوها. معظم الأزايز اللي بتتباع دي بتتباع كده dug well تحت خالص، جاية من العمق. أنا حياتي الروحية المية اللي بشربها في حياتي الروحية من دجول حفرة محفورة بس كده هون، ولا من عمق من الداخل مية حلوة تشبع علشان كده أقدر إن أنا أأتي بثمر كثير. الدخول للعمق مهم جدا في العلاقة مع الله. الدخول للعمق يدي لذة للممارسات الروحية اللي احنا بنمارسها. أقول لكم على حاجة، في جيلنا احنا كده، مش هقول اباء القرن الرابع ولا اباء القرن الخامس ولا حاجات زي كده، في جيلنا احنا كده لما احنا كنا صغيرين، حد منكم عمره اشتكى ان القداس طويل؟ حد عمره سمع ان في ناس بتقول الكنيسه بتطول قوي في الجمعه الكبيره ولا في البسخات ولا في الصلوات ولا حاجه زي كده؟ عمرنا ده في جيلنا احنا، احنا مش بنتكلم على اجيال سابقه. النهارده كل ما تكلم مع حد يقول لك انتوا مش هتقصروا صلواتكم بقى، قداسكم ده مش هيقصر بقى، هتفضلوا طول الوقت عايزين الجمعه الكبيره دي تقصر، ده كل الطوائف الثانيه بتعملها ساعتين وخلاص. البسخات دي ايه؟ بسخه صبح وبسخه مسائيه وبسخه صباحيه وبسخه قبل الشغل وبسخه بعد الشغل. يا جماعه انتوا فاضيين ولا ايه؟ لان ما عادش في عمق. الحياه الروحيه بقت فيري شالو، بقت فيري اون ذا سيرفيس كده، سوبرفيشال يسموها، ولا سوري سوبرفيشال، حاجة سطحية ظاهرية على القشرة من جوه. أرجع وأسأل نفسي وأقول يا ترى أنا بجد لذة في ممارساتي الروحية؟ بجد لذة في صلاة الأجبية وبقى مش عايزة تخلص؟ بجد لذة في صلوات القداس وبقى مش عايزة تخلص؟ بجد لذة في مطانياتي وأنا بعمل 41 كرياليسون وأنا فرحان وبتذكر آلام المسيح وجلداته في كل كرياليسون بقولها ومش عايزهم يخلصوا؟ ولا امتى بقى هنخلص؟ امتى نشوف الموضوع ده هيخلص امتى؟ وزهقنا وابونا بقاله قد ايه وفايدله قد ايه والكنيسه تطلع الساعه كام عشان الحق اروح على مواعيد التناول بدل ما احضر من اول القداس لانه طويل؟ دي علامات عدم الدخول الى العمق. الخطوه الثالثه لكي تمتلئ حياتي ببركه المسيح أن أدخل إلى العمق.
الخطوة الرابعة اللي توصل فعلا الإنسان للشبع إنه يستطيع أن يترك كل شيء ويتبع المسيح، كلمة قالها بطرس للسيد المسيح لما شاف هذه المعجزة وقال له إيه؟ إني رجل خاطئ. قال له يا رب ده أنا شايف نفسي خاطئ إلى درجة إني حاسس إن حتى السفينة بتاعتي دي ما تستاهلش يا رب إنك تكون جواها. بس ربنا يقول له بس أنا جواها. أنت لما تشوفها ما تستاهلش أكون جواها، أنا أقعد جواها وأبقى فرحان بيها. لو أنت شايف حياتك كلها كحياة إنسان خاطئ، ما تستاهلش بركة ربنا ونعمة ربنا وعطية ربنا ومحبة ربنا، ربنا يقول لك أنت كده وصلت. ده اللي أنا عايز أشوفه. عايز ربنا يشوف إيه؟ ربنا مش عايز يذلنا، ربنا عايز يشوف بس إن إحنا مدركين الحقيقة بتاعتنا. هقول لك على حاجة، لما يكون في إنسان مدرك إنه محتاج شغل يدور على شغل، واحد مدرك إنه محتاج ينجح في الامتحان ده يذاكر، واحد مدرك إنه محتاج إزازة الدواء دي عشان تخففه هيروح يجيب الدواء وياخده، لكن واحد غير مدرك، دكتور كتب لواحد روشتة وقال له خد الدواء ده يخففك، بس هو قال لك ده انا رحت للدكتور هم قالوا لي بس روح وعملت فحوصات، بس انا مش مقتنع بالكلام ده، لا 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 الدكاترة دي بس عايز تاكل عيش يعني، انا مش تعبان. هو مش مقتنع انه مريض ومش مقتنع ان الدواء ده هو محتاج له، عمره ما هيروح يشتري الدواء وعمره ما هياخد الدواء لانه مش مقتنع. فلما يجي الدكتور يقول له بص انا قبل ما اعالجك عايز حاجة واحدة منك، عايز تطلب مني وتقول لي انا محتاجه اتعالج. الدكتور مش بيذل المريض ان هو يخليه يعترف انه مريض، ولكن عايز يطمن ان لما يكون المريض مدرك ابعاد المرض بتاعه هيقدر ان هو يتجاوب معاه في العلاج بتاعه وياخد الدواء. الادراك مهم جدا. لما يكون في طالب ومش مدرك اهميه المذاكره في جريد 12 ومش مدرك ان السنه دي ميك ات اور بريك، يا دخل الجامعه يا ما دخلش، مش مدرك قيمة الموضوع ده وانت تايه وسرحان مع اصحابه في الكورة وفي اللعب وفي الحاجات دي كلها، ابوه وامه يقعدوا يقولوا له يا حبيبي احنا عايزين نفهمك ازاي الامتحان ده مهم، ازاي المذاكرة مهمة، ازاي مستقبلك كله مبني على السنة دي. هم مش بيذلوه ويقولوا له انت لازم تذاكر، ولكن هم عايزينه اولا يدرك اهمية المذاكرة، ولما يدرك اهمية المذاكرة هيذاكر، لكن ممكن يضغطوا عليه يذاكر مرة واثنين وبعد كده برضو مش هيذاكر تاني. برضو ربنا عايزنا ندرك احتياجنا ليه، وادرك ان انا انسان خاطئ علشان افضل معاه. لو ربنا اداني لستة زي ما بيسموها كده هون دوز اند دونتس، فروض وواجبات، هعمل الفروض وهعمل الواجبات من غير ما انا اكون نفسي حاسس ان انا محتاج، انا مش حاسس ان انا خاطئ. زي الفريسي اللي كان واقف في الهيكل وبيقول له اشكرك رب انا كويس انا مش محتاج حاجه خالص، ده انا بصوم يومين في الاسبوع وبعشر كل اموال انا مش محتاج حاجه يا رب، ما خرجش ايه؟ مبرر امام الله، لم يخرج مبررا. اما الخاطئ العشار اللي شعر بمدى انه انسان خاطئ وما قدرش حتى يرفع عينيه للسماء وبكل خشوع وكل ضعف قال ربنا كده ايه؟ ارحمني يا رب انا الخاطئ، خرج مبررا من امام الله. اربع خطوات توصل الانسان الى الشبع وتوصل الإنسان أن يترك كل شيء ويتبع المسيح زي ما بطرس ويعقوب ويوحنا تركوا كل شيء وتبعوا المسيح. الخطوة الأولى أن الإنسان يقدم لربنا، يقبل طلب ربنا ويقدم له البسيط اللي عنده. الخطوة الثانية أن يطيع الوصية بلا إفراز كده هون وبلا تفكير وبلا فحص، ربنا قال كده يبقى كده طاعة الوصية. الخطوة الثالثة أن يدخل إلى العمق مع المسيح ويدخل إلى عمق ممارسات الروحية. الخطوة الرابعة أن يعترف أنه رجل خاطئ لكي ما يتبرر في عين السيد المسيح الذي له المجد الدائم في كنيسته الآن وكل أوان ظهر الدهور كلها. أمين.